بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر اهل عابدين، هم اهلنا كلهم وانا عايش بينهم وطول عمري معاهم، بشكرهم على هذه الاستضافه الكريمه، وبشكر حركه التمرد والاخوه الموجودين كلهم والاخ محمود بدر اللي النهارده الحاضر الغائب، وبشكركم جميعا على هذه الصحوه الكبرى اللي احنا عايشين فيها النهارده. احنا النهارده جايين عشان نعيد المشير عبد الفتاح السيسي، جايين نعيد هذا الرجل اللي مش هنزايد على الكلام عليه، لان النهارده اصبح الكلام على المشير عبد الفتاح السيسي كلام بيكمل بعضه. ولكن انا عايز اقول ان المشير عبد الفتاح السيسي عليه مسؤوليات كبيره، واحنا بنختاره النهارده عشان هو الرجل القادر اللي ينفذ هذه المسؤوليات. مصر النهارده في احتياج كبير جدا الى التكاتف، الى تكاتف كل القوى السياسيه في مصر، الى تكاتف الشباب مع بعض. ولذلك احنا بنتكلم على الفكر التنموي، مشروعات تنمويه اقتصاديه عايزين المشير عبد الفتاح السيسي ان شاء الله ينفذها على ارض الواقع. احنا النهارده بدانا الحركه بتاعتنا، احنا وكل الشباب اللي معانا وحركه التمرد والاحزاب، وطبعا مش هنسى اقول ان القبائل المصريه والعربيه كلها هي اللي ليها دور النهارده فعال معانا في 27 محافظه في مصر. انا اشرف ان انا اكون رئيس المجلس المصري للقبائل المصريه والعربيه، وده مكون من اكتر من 20 مليون عضو فيه، والناس النهارده ليهم قيمه وقدره وعندهم امكانيات فعلا يقفوا لصالح مصر وهذا الوطن في مستقبل كبير جدا. احنا بدانا الحركه، بدانا فعلا الحركه على مستوى كافه المحافظات. قابلنا محافظ المنيا، هذا الرجل الذي تفاهم مشروع القومي اللي احنا بنطرحه، قابلنا محافظ الاليوبيه، محافظ البحيره، محافظ الاسكندريه، وعندنا محافظ الشرقيه في ميعاد معاه، وماشيين على دوره كامله مع جميع المحافظين عشان نفعل مشروع قومي لمكافحه البطاله. احنا بنتكلم على مشروع قومي لمصر، بنتكلم على افكار اقتصاديه تنمويه حقيقيه على ارض الواقع. احنا مش عايزين نتكلم سياسه بس، السياسه النهارده بتوصلنا الى ايه؟ اذا ما كانش هدف السياسه يوصلنا الى اقتصاد ناجح والى انقاذ هذا الوطن من الورطه اللي احنا عشناها، يبقى السياسه مالهاش لازمه. انا عايز اقول ان احنا كلنا لينا دور، ودورنا فعلا ان المواطن المصري يعيش بعزه وكرامه في هذا الوطن وما يتهزش، ومفيش حاجه تهزه. الراجل يرجع بيته شامخ، كرامته عاليه، ويصرف على اولاده، عنده امكانيات. مش عايزين بقى نمر بالظروف اللي شفناها في العهد اللي ماضي ده. احنا النهارده طرحنا اربع مشروعات، واعتقد ان كل شباب مصر هيشترك في هذه المشروعات. احنا طرحنا مشروعات في الزهير الصحراوي في 25 محافظه، وهذه المشروعات بتدي فرصه ملكيه خاصه للشباب لمده اربع سنين، كل سنه 80,000 صوبه زراعيه هيتوزعوا على الشباب كملكيه، وكل شاب هيتملك صوبه هيتملك شقه بنظام مختلف وشكل معيار اقتصادي يختلف تماما. هنمكنهم انهم يتملكوا هذه الشقق باسعار بسيطه جدا، ولكن شقق مميزه جدا، وهيكون عندهم دخل يسددوا هذه الاقساط من دخل الصوبة الزراعيه. هنقيم 810 مصنع في 27 محافظه، كل محافظه هيقام فيها 30 مصنع، مصانع صغيره للتنميه الشبابيه، مصانع تحتوي على تدوير القمامه، مصانع البلاستيك، مصانع تعبئه الميه، مصانع الكرتون خلافه. هذه المصانع هتقام بمقدار 30 مصنع في كل محافظه، وكل محافظه هيكون ليها مجموعه من العمل هتقوم على توزيع الاسهم لهذه المصانع. احنا بنطرح السهم دوت ب 10 جنيه للشباب، واعتقد هيتعمل شركه ام قابضه بعد كده تمتلك المصانع كلها، ويبقى الربح بتاع الشباب بيتوزع على كافه المصانع الموجوده. فانا اعتقد المشروعات التنمويه والملكيه الخاصه والراسماليه الوطنيه اللي احنا بنبحث عنها هي الهدف المستقبلي فعلا. احنا مش عايزين الناس تتكلم على وظائف، مش عايزين كل واحد يقول انا عايز وظيفه اشتغل في الحته الفلانيه والحته الفلانيه، احنا عايزينه يبقى مالك لمشروعه، عايزينه يقدر يدي انتاج كبير، عايزينه يكون عنده امكانيات والدوله ملتزمه انها تقف معاه وتقف معاه الوقفه الصحيحه، وده دورنا اللي احنا بنعمله، دور الاحزاب، دور المجلس القبائل العربيه، دور تمرد، دور كل مجموعه مع بعض. احنا مش ناسيين برضو اخواتنا في الخارج. المصريين العاملين في الخارج دول قوة كبيرة جدا، يمثلوا أكثر من 9 مليون شخصية في مستوى العالم. احنا طرحين صندوق دولي عالمي اسمه صندوق أبو الهول،
هذا الصندوق هيجمع كل المصريين في الخارج، لانه هيبقى السهم بتاعه $100، وهيتحط في هذا الصندوق 44 مشروع قيمتهم حوالي $16 مليار مدروسين دراسه مستفيضه بتدي ملكيه كامله للمصريين في الخارج وترجع لهم انتمائهم لبلدهم الحقيقي. وكل مساهم في خارج مصر هيساهم ب $100 في هذا الصندوق هيطلع له شهاده عرفان من الجمهوريه المصريه العربيه. الأول أنا بنتكلم باسم المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية المشهر تحت رقم 9266 لسنة 2013. أنا جاي عشان نقول لكم كلمة واحدة، إن إحنا لابد ننزل ونشارك يوم 26 يوم 27، لأن ده هو الانتصار الحقيقي للسيد المشير السيسي. وأنا بنتكلم باسم القبائل العربية، القبائل العربية تملك من الحب وتملك من الوطنية لمصر، وهم حماة مصر من جميع بواباتها الأربعة، سواء الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. ولكن يقول لكم كلمة القبائل العربية، كلهم مع الشعب المصري، كلهم مع الشعب المصري، كلهم مع السيد المشير السيسي بكل ما نملك وبكل ما أعطينا من قوة، كلنا مع السيد المشير عبد الفتاح السيسي. وأنا بشكر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية الذي شرفت به أن أعطاني الكلمة عشان نتكلم فيه في عابدين اللي وقف أحمد عرابي فيها هنا في يوم الأيام. رجع التاريخ تاني أن القبائل العربية في عابدين بيتكلموا باسم الحرية، باسم الوطنية، باسم شعب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمحبة لا تطلق مصر، بل تحيا مصر. مش هعيد وازيد في كلام كتير قالوه قبلية، بس اللي عايز اقوله لكم حاجة واحدة، ان الشعب المصري اثبت للعالم اجمع في كل المواقف الصعبة انه هو شعب ملوش مثيل في اي حته في العالم كلها. وعشان كده لازم نثبت للعالم كله يوم 26 ويوم 27 ان نزلنا في الشارع، مش عشان نختار المشير السيسي بس رئيس، لا، احنا بناكد فيه على ان احنا رافضين الارهاب، وان احنا بنقول لا وجود لجماعه الاخوان الارهابيه في فلسطين مره ثانيه. ده لازم يكون قرارنا وكلامنا في الشارع. اللي بيقولوا ان المشير السيسي كده كده ناجح، برد عليهم واقول لهم يعني ايه كده كده ناجح؟ اصدقوا ان هي هتتزور؟ يقولوا لي لا، انا خلاص احنا عارفين من الموضوع ان هو كده كده ناجح. لازم نقول للناس ان هو كده كده ناجح عشان الشعب المصري عايز يكون ناجح وعايز يكون رئيس للجمهوريه. دي رسالتي ليكم. واخر حاجه عايز اقولها لكم للناس اللي بتقول علينا ان احنا شباب مش فاهمين ومش واعيين وان احنا مش فاهمين يعني ايه امن قومي، بنقول لهم لا، احنا فاهمين كويس قوي يعني ايه امن قومي. بنقول لهم احنا كويس قوي وفاهمين يعني ايه امن قومي، يعني ايه امن بلدنا. احنا مش هنسيب بلدنا لحد تاني. واللي بيقولوا ان احنا اللي بيدينا قرارنا الامريكان، بنقول لهم لا، فوق. احنا في 30/6 وفي 3/7 قلنا للعالم كله ان الشعب المصري وحده هو سيد قراره، محدش بيملي علينا قرار، ولا حد هيقدر ولا يستطيع انه يقدر يملك على الشعب المصري قرار مره تانيه. وعشان يعرفوا احنا قد ايه شباب واعي، هنقول لهم احنا شباب ما بنعرفش الغيب، وان الغيب ده في علم ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا ما بنكتبش شيك على بياض لحد، وان احنا ان شاء الله رب العالمين عارفين ان قيمه الانسان بتكمن في اللي بيقدمه طول حياته. واحنا بنوعد الشعب المصري كله وبنوعد عبد الفتاح السيسي ان احنا هنقدم اغلى حاجه عندنا للبلد دي، هنقدم حياتنا مقابل هذا البلد عشان الوطن ده هيعيش. واخر حاجه اقولها لكم، تحيا مصر، تحيا مصر، قولها يا مصر بصوت مرتاح.
اشكر كل الناس اللي جت النهارده وشرفتنا. بقدم شكر خاص للسيد موسى مصطفى موسى، بقدم شكر لشباب تمرد والمحمود بدر اللي مش موجود، بقدم شكر لكل الطبائع العربية اللي شرفتنا، بقدم شكر لابن عبدين واللي انا بتشرف بصداقته الاستاذ محمد حسن، بتقدم بشكر غالي للناس اللي ليها فضل عليا، اتحاد اهالي السيده زينب برئاسه الاستاذ طه ابو الفضل، وانا بتشرف ان انا احد ابناء السيده زينب، واني برضه في وسط اهلي وناسي اهالي عبدين، وبشكركم كلكم. شكرا شكرا جزيلا لكم، اشكركم، شكرا، ارجو الهدوء بعد اذنكم. سالوني عنك يا كنيسه، قلت تدق الاجراس وتسمع كل الناس، مسلم مسيحي يا اخوات بنقولها بصوت عالي وبكل اخلاص، بنحبك يا مصر. النهارده معانا اخواتنا حبايبنا، ايدينا في ايديهم عشان مصر. النهارده كلنا في احتفاليه مصر، في حب مصر اللي كلنا بنعمل من اجلها، من اجل رقيها وتقدمها وحضارتها وكرامتها. النهارده معانا ممثل الاقباط في باريس الاستاذ رزق شحاته، فليتفضل. شكرا. اولا شرف ليا ان انا اتكلم قدام اهل عبدين. أنا اسمي المهندس رزق شحادة، المتحدث الرسمي السابق للجالية المصرية في باريس ورئيس جمعيتها الألمانية للجميلة. شرف ليا إن أنا أتكلم قدام أهل عبدين، شرف ليا إن أنا أتكلم قدام أستاذ موسى مصطفى موسى رئيس حزب الولاد. شرف ليا أكتر إن أنا أول مواطن بينكم كلكم صوت لعبد الفتاح السيسي يوم الخميس اللي فات في السفارة المصرية في باريس.